صباح الخير طلاب، تسمعوني؟ صباح صباح الخير النور. وعليكم. اوكي هاي ان شاء الله. يلا اليوم اخر محاضرة بالنسبة لي ان شاء الله وياكم، حتى بعد وراها يكمل دكتور مثنى الى نهاية الكورس. نكمل ما تبقى من الجهاز التنفسي. فناخذ اليوم بعض الديزيز اللي تتعلق بالبولموناري سيستم. ناخذ the physiologic peculiarities of specific pulmonary abnormalities. من ضمن الأمراض اللي تتعلق أو الاعتلالات اللي تتعلق بالrespiratory system ناخذ chronic pulmonary emphysema. The term pulmonary emphysema نقصد بالإمفيزما literally means excess air in the lungs، يعني كمية إضافية أو زائدة موجودة باللنجز. However, this term is usually used to describe complex obstructive and destructive process of lungs. يعني تنتج هاي الحالة احتباس الهواء في داخل اللنج وعدم إمكانية الحصول على عملية expiration طبيعية نتيجة وجود إعاقة وانسدادات باللنج، تكون ناتجة عن تراكمات لسنين طويلة من التدخين caused by many years of smoking. It results from the following major pathophysiologic changes in the lungs. راح تتميز بالتغيرات النسيجية باللنج تالية. Sorry. فناخذ شنو التغيرات pathophysiologic changes in the lung بالchronic emphysema. أول شيء عندنا chronic infection، إصابة مزمنة حتكون caused by inhaling smoke or other substances that irritate the bronchi and the bronchioles. نتيجة وجود الدخان اللي راح يهيج البرونكاي والبرونكيوز. The chronic infection seriously destroyed the normal protective mechanisms of the airways. راح هذه الحالة شنو تحطم لي الممرات التنفسية including partial paralysis of the cilia of the respiratory epithelium. أول شيء راح يصير شلل بالسيليا اللي تبطل لي القناة التنفسية. An effect caused by nicotine, بسبب النيكوتين. As a result, mucus cannot be moved easily out of the passageways. من يصير شلل paralysis بالسيليا بعد شكو mucus ما راح ممكن أن يطلع إلى الخارج فيبقى وين موجود في داخل اللنج. Also stimulation of excess mucus secretion occurs. راح يصير أيضا تحفيز إلى إفراز زائد للميوكس which further exacerbates the condition اللي راح يزيد الحالة سوء. Two inhibition of the olivular macrophage occurs. أيضا الماكروفاج اللي موجودة ذكرناها بالمحاضرات السابقة اللي سميناها dust cell، هذه راح تعطل عن العمل، ما راح تشتغل بكفاءة في داخل اللنج نتيجة تراكم النيكوتين ونتيجة تراكم الميوكس اللي موجود داخل اللنج، وما راح ممكن أن يطلع بسبب paralysis of the cilia so that they become less effective in combating the infection. يعني ما راح تقدر تواجه الإصابة اللي موجودة في داخل اللنج بسبب تراكم النيكوتين. الباثوفيزيولوجيك الآخر اللي هو the infection excess mucus. الانفكشن وزيادة الميوكس and inflammatory edema of the bronchial epithelium together cause the chronic obstruction of many of the smaller airways. هنا نتيجة الالتهاب اللي موجود ونتيجة كمية الميوكس الزائدة اللي موجودة داخل القنوات التنفسية اللي راح يصير شنو؟ راح يصير chronic obstruction of many of the smaller airways، إعاقة وتقريبا انسدادات لمعظم الممرات التنفسية الصغيرة. The obstruction of the airways إيش راح يسوي؟ makes it especially difficult to expire. يعني عملية الإكسبيريشن راح تتم بصعوبة، يصير شهيق لكن عملية الإكسبيريشن إخراج الهواء راح تكون بصعوبة. Thus causing entrapment of air in the alveoli and obstructing them. فش راح ينحبس الهواء في داخل الأوليفيولاي وراح تكون شنو متمددة والحجم مالتها راح يكون كبير نتيجة لاحتباس الهواء في داخلها. This combined with the lung infection caused marked destruction of as much as 50 to 80% of the alveolar walls. يعني راح يحطم لي تقريبا 50 إلى 80% من الجدران الحويصلية للحويصلات الهوائية. Therefore, the final picture of the emphysematous lung is that shown in the figure. راح أراويكم هذا الفيجر اللي يوضح لكم الفرق بين السموكر
والنون سموكر. تشوفون اللي على اليسار اللي هي الهيلث لانج، على اليمين اللي هي اللانج للشخص اللي من نوع السموكر ونتيجة تراكم النيكوتين لسنوات عديدة من التدخين. واضح؟ نعم دكتور هوان. تمام. The physiologic effects of chronic emphysema are extremely varied. طبعا هاي التغيرات راح تكون يعني متنوعة depending on the severity of the disease and the relative degrees of bronchial obstruction. راح تكون يعني تتراوح ما بين الشديدة وقد تكون يعني في درجات متفاوتة حسب كمية التدخين للشخص اللي يدخنها. Chronic emphysema usually progresses slowly over many years. يعني تبدي ببطء بالبداية الشخص ما يحس، لكن بعدين نتيجة تراكم السنين الطويلة للتدخين تبدي تبين عنده الأعراض. The person develops both hypoxia، راح يصير عنده نقصان بالأكسجين، and hypercapnia، وتراكم لثاني أكسيد الكربون because of hypoventilation، لأنه عملية تفاعل للتنفس مو كفوءة. Of many of alveoli plus loss of alveolar walls، وفقدان للجدران الحويصلات الهوائية. The net result of all these effects is severe, prolonged. يعني المحصلة النهائية لكل هذه الأعراض راح تكون حادة وطويلة الأمد. Devastating air hunger، يعني راح يكون جوع للهواء أو نقص طبعاً تحديداً للأكسجين. That can last for years until the hypoxia and hypercapnia cause death. يعني إلى أن بعد يعني نقصان الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون راح يسبب الموت، اللي هو يعتبر high penalty to pay for smoking، الثمن اللي يدفع الشخص نتيجة التدخين إضافة إلى طبعا اللي هو الخسارة المالية. هنا أنا خلصنا الكرونيك فيزيما، نجي ناخذ النيمونيا اللي هو ذات الرئة. The term pneumonia includes any inflammatory، يعني هو يقدر يضمن هذا المصطلح النيمونيا ذات الرئة، any inflammatory أي حالة التهاب، condition of the lungs تكون باللنج، in which some or all of the alveoli are filled with fluid and blood cells. هنا شنو الأعراض النيمونيا أو التهاب الرئة أو ذات الرئة؟ طبعا هو يفقد نتيجة إصابة بكتيرية أو فيروسية أو فطرية، المهم أي التهاب يحدث في داخل الرئة يعني بالممرات التنفسية الداخلية أسميه نيمونيا. لكن السبب الرئيسي هو الـ common type of pneumonia is bacterial pneumonia اللي هي النيموكوكاي، caused most frequently by pneumococci. This disease begins with infection in the alveoli، راح يصير عندي التهاب وين؟ بالالفيولاي، إصابة بالالفيولاي على مستوى lower respiratory system. The pulmonary membrane becomes inflamed. هنا البولمونري ممبرين راح تكون ملتهبة and highly porous so that fluid and even red and white blood cell leak out of the blood into the alveoli. من أي مكان بالتهاب راح يكون احتقان بالأوعية الشعرية الدموية وتوسيع بها، فراح شنو يصير تسرب لكريات الدم الحمر وكريات الدم البيض تطلع من الأوعية الدموية وين تدخل في داخل الأوليفيولاي، إضافة إلى يعني الأدمة اللي راح تصير داخلها اللي هو ارتشاح سوائل من البلد بزلز وتدخل أيضا شنو داخل الأوليفيولاي. Thus the infected alveoli become progressively filled with fluid and cells. نتيجة هذه حالة الالتهاب راح تكون الأوليفيولاي مملوءة بالسائل إضافة إلى الخلايا. And this action spreads by extension of bacteria or virus from alveolus to alveolus. ونتيجة وجود هذه البكتيريا والفيروسات وإجتها مواد مغذية نتيجة لتوسع الأوعية الشعرية الدموية وارتشاح السائل في داخل الأوليفيولاي ووجود كريات دم حمر وكريات دم بيض راح تنتقل الإصابة من أوليفيولاس تو أوليفيولاس، وبذلك بعدين تنتشر قد تكون لوب كامل أوف ذا لنج أو اللنج جهة واحدة كاملة، وأحيانا ممكن أن تنتقل إلى الجهة الثانية. النيمونيا the gas exchange infection of the lungs change in different stages of the disease. بالمراحل البداية عملية التبادل الغازي راح تتغير حسب مراحل المرض. In early stages بالمراحل الأولى the pneumonia progress might well be localized to only one lung. مثل ما ذكرت لكم قد تكون الحالة الإصابة متركزة بلنج واحدة. With alveolar ventilation reduced while blood flow through the lungs continues normally. يعني هي سرعة عملية التنفس لكن مو كفاءة عالية نتيجة امتلاء الأوليفيولاي بالسوائل وبالخلايا الدموية. عملية
الفنتليشن ممكن احنا قلنا تستمر بس ريزلت، لكن ترسب وايضا عندنا ارتشاح خلايا الدم وارتشاح السوائل راح يبقى مستمر طول ما موجود عندي اصابه بكتيريه او فيروسيه في داخل الاوليفولاي. This results in two major pulmonary abnormalities. هذا راح ينتج الى نوعين من الاختلالات. اول واحد reduction in the total available surface area of the respiratory membrane، راح تقل المساحه السطحيه لعمليه التبادل الغازي نتيجه امتلاء السوائل في داخل الاوليفولاي. الحاله الاخرى اللي راح تصير decrease ventilation perfusion ratio. Both these effects cause hypoxia، وبالتالي كل هاي الحالتين راح تسوي نقصان بالأكسجين، low blood oxygen and hypercapnia، وأيضا زيادة في ثاني أكسجين اللي هو ال high blood carbon dioxide. هذه الحالات اللي تصير بالنيمونيا، شوفوا هذا باللنج اللي موجود طلاب، تشوفون اللي الفوق اللي هو normal alveoli، alveoli طبيعية ما مملوءة بالسوائل، بينما الفقر اللي جوا الأوليفولاي موجودة كلها مملوءة بفلويد، إضافة إلى طبعاً أكيد راح تكون ارتشاح للخلايا الدموية. هذه حالة النيمونيا اللي إحنا أركز شنو أني أي ديزيز طلاب، شنو الباثوفيزيولوجيك إفكت اللي دا تصير بكل ديزيز، هذه كلش مهمة تركزون عليها، أجيب لكم من أدب الامتحان. فناخذ الديزيز الآخر اللي هو الأسما، كلكم سامعين به اللي هو الربو. Asthma is characterized by spastic contraction of the smooth muscle in the bronchioles. أهم ميزة للأسما مقارنة ويا باقي الأمراض التنفسية اللي ذكرناها السابقة، الإمفيزما كانت احتباس للهواء زائد باللنج، الأونيمونيا ارتشاح للسوائل وخلايا الدم داخل الأوليفيولاي. هنا تتميز الأسما بأنه هي عملية تقلص للسموث مصل اللي موجودة بالبرونكيوز. Which partially obstructs the bronchioles and causes extremely difficult breathing. فش راح تسوي هنا؟ تعيق عملية التنفس نتيجة لصغر قطر الممرات التنفسية، فصعوبة التنفس راح تصير طبعا ويصاحبها صفير خصوصا أثناء الزفير. It occurs in 3 to 5% of all people at some time in the life. يعني تتراوح الإصابة بها، يعني منتشرة الإصابة بها ما بين 3 إلى 5% في معظم المجتمع واللي ممكن أن تصادف الشخص في حياته. The usual cause of asthma is contractile hypersensitivity of the bronchioles in response to foreign substances in the air. هنا السبب الأسمى هو السبب الرئيسي نتيجة تحسس hypersensitivity لبعض المواد، طبعا بعض الأشخاص. In about 70% of patients younger than age 30 years, the asthma is caused by allergic hypersensitivity. يعني ما يقارب 70% من المرضى اللي هم أقل من 30 بالعمر، الأزمة مالتهم اللي هي allergic hypersensitivity نتيجة تحسس لمواد معينة، especially sensitivity to plant pollens، تحسس لمثلا حبوب اللقاح أو الغبار أو غيرها أو الرطوبة أو البرودة. هذه كلها بعض الأشخاص يتحسسون لهذه الحالات، فممكن أن تظهر عند أعراض الأزمة. In older people, the cause is almost always hypersensitivity to non-allergenic types of irritants in the air, such as irritants in the smoke. يعني الأشخاص كبار بالعمر التحسس راح يكون مو نتيجة مثلا حبوب الطلع، لا، شلون البرودة الرطوبة الكذا، هذه تسبب عند حالة أزمة عند كبار السن. شنو الميكانيزم اللي يصير عند الأزمة أو الأزماتيك patient؟ The allergic reaction that occurs in the allergic type of asthma is believed to occur in the following ways. راح تبدي بالمراحل التالية. The typical allergic person has a tendency to form abnormally large amount of IgE antibodies. الشخص المتحسس عنده قابلية الدم مالته يكون أجسام مضادة من نوع الإميونوغلوبولين إي. إميونوغلوبولين إي اللي هو الـ IgE antibodies. And these antibodies cause allergic reactions when they react with specific antigens. لما الشخص في مرحلة ما تعرض على سبيل المثال لحبوب الطلع أو استنشق غبار بكميات كبيرة، هو عنده استعداد إنه يكون IgE بكميات عالية. إيش راح يصير؟ أول كل الألرجين تكون عنده شنو بجسم الإنسان؟ تكون الإميونوغلوبولين إي.
حتى شنو؟ حتى يهاجم الالرجين اللي دخل. هذا الالرجين الاي جي اي حيرتبط ويا من؟ ويا الانتيجين، صح لو لا؟ فش سوى عندنا معقد انتيجين انتيودي في جسم الانسان. الاي جي اي الى قابليه او ريسبتورات خاصه على خلايا اسميها الماستر، خلايا بالدم موجوده اسمها الماستر، اللي هي وين موجوده عاده؟ طبعا هذه تتركز وين؟ تتركز بالانسجه التنفسيه. فش راح يصير من ترتبط خلايا الاي جي اي ومرتبط وياها الانتيجين السبيسيفيك اللي هو تحسس من عند الشخص، وراح ترتبط الاي جي اي هي والمعقد مالتها وين؟ على الريسبتورات مالتها الخاصه على سطح خليه الماست سيل اللي هي وين موجوده؟ موجوده بالانسجه التنفسيه، وعاده تكون بالبرونكيوز اند سمول برونكاي. لما ترتبط هذه الاي جي اي على الريسبتورات مالتها ويجي الاي جي الاخر ارتبط بالريسبتور اللي بصفه والاخر ارتبط بالريسبتور اللي بصفه، وفي كل هاي الاي جي اي مرتبط بها الانتيجين اللي دخل الى جسم الانسان، ايش راح تسبب؟ راح تسبب تبزق لخليه الماست سيل. الماست سيل طلاب هي نفسها خليه البيزوفير، بس من تنقسم الاسلاك مالتها اسميها الماست سيل، هي نفسها خليه البيزوفير اللي موجوده بالدم، بالدم بيزوفير، بس من تنقسم وتروح تتركز بالانسجه اسميها؟ اسميها ماست سيل. الماست سيل ايش بيها على سطحها؟ لها ريسبتورات يرتبط بيها الاي جي اي تحديدا، والاي جي اي راح يجي يقعد على هاي الريسبتورات ومرتبط، عفوا مرتبط ويا الانتيجين اللي يتحسس من عند الشخص. ايش حسوي هاي الاي جي بارتباطها؟ راح تمزق غلاف خليه الماست سيل. احنا الماست سيل شكو بداخلها؟ تذكروها خليه البيزوفير، بيها جرانيولز، فهذه الجرانيولز ايش بيها؟ من تتحرر ويتمزق غشاء الماست سيل وتطلع راح تفرز مواد. من هذه المواد اللي هي التالي: among them are histamine وslow reactive substance of anaphylaxis which is a mixture of leukotrienes، كلها مواد يعني كيميائية تفرزها هاي الجرانيولز. eosinophilic chemoattractant factor يعني أيضا تفرز مواد تجذب خلايا الإيوسينوفيل وتفرز مادة البراديكينين أو البراديكينين. the combined effect of all these factors especially the slow reacting substance of anaphylaxis are to produce، ايش راح تسوي هاي المواد من تنفرز طلاب اللي انفرزت من الجرانيولز اللي طلعت من خليه الماست سيل؟ ايش تسوي؟ localized edema in the walls of the small bronchioles، راح تسوي edema يعني ارتشاح للسوائل بالجدران السمول bronchioles، as well as secretion of thick mucus into the bronchial lumen، راح ينفرز ميوكس من نوع يكون thick في الفراغات اللي موجودة بالممرات التنفسية، and spasm of bronchiolar smooth muscle وتقلص للخلايا العضلية المنسى. therefore the airway resistance increases greatly، حتصير مقاومة للهواء أثناء عملية الإكسبيريشن، وفي هذه الحالة يفضل الصفير طبعا. the asthmatic person often can inspire quite adequately، يتنفس الشهيق بحالة طبيعية، but has great difficulty expiring، لكن عملية الشهيق الزفير مالته راح تكون بصعوبة جدا نتيجة تقلص العضلات المنسى. clinical measurement show a greatly reduction or reduce maximum expiratory rate، معدل التنفس راح يقل. reduce time expiratory volume، حجم الهواء أيضا راح يختلف. all of this together results in dyspnea or air hunger، وكل هذه الشنطي ايش راح يصير عند البيشنت؟ راح يصير عنده دسبينيا يعني نقص بالتنفس او الجوع بالهواء. هذه حالات الاسماتيك بيرسون. شوفوا هنا عندنا فيجر يوضح لكم، طبعا الشخص هنا شيء يتعالج، ينطوا الانتي هيستامين، ينطوا مواد مرات بروفيلاكسز يعني مثل الوقاية، تسوي انهبيشن للماست سيل حتى تحافظ على الممبرين مالتها دون ان يتمزق، وهذه ممكن يحتاج تبقى طويلة الامد يعني الشخص ياخذها لفترات طويلة 3 اشهر او 6 اشهر حتى يحافظ يسوي حالة انهبيشن للماست سيل دون ان يتمزق الغشاء مالتها اللي مرتبط بالاي جي اي، واضافة الى موسعات للقصبات الهوائية ومذوبات للميوكس اللي هو قلنا ثك يكون من نوع ثك بالاسماتيك بيشنت، وحتى يطلع ويذوب وشوي شوي تتعالج الحاله، لكن كعلاج نهائي
أهم علاج نهائي لحالة الأزمة اللي هو الوقاية، فالوقاية خير من العلاج. الشخص اللي عنده حالة أزمة متحسس ويعرف نفسه شنو المحسسات اللي تأثر عليه يوقي نفسه ويكون حذر من الأشياء اللي تهيج عنده حالة الأزمة. نشوف بهذا الفيجر، شوف الأزماتيك بيرسون الممرات التنفسية أو السمولر برونكيوز شلون تكون ضيقة، وطبعا تكون ايضا انفلامد ثيكند اير واي وول لانه راح يكون الجدار ملتهب ايضا، وممكن الشخص ان يعاني حالات التهاب، ايضا ارتفاع بدرجه الحراره من تكون عنده حاله الازمه كلها ممكن ان تترافق مع فتره تهيج الازمه نتيجه دخول الانتيجين مره ثانيه. والشخص بينما هنا نقارن الممر التنفسي بالمقطع العرضي، ده تشوفون الاير واي بالاكس سكشن على اليسار الجو الدائري نورمال، بينما بالاسماتيك بيشن راح تكون بكونتراكشن. قصة المحاضرة لهنا طلاب، اكو احد عنده سؤال؟ طلابنا عيني، طلابنا احد عنده سؤال؟ المحاضرة واضحة دكتور، المحاضرة مسجلة؟ حقيقة ما مسجلتها اني، هي ما تستوجب، ليش دا اسجل لكم اياها؟ ما سويت ريكورد. تستوجب كلش سهلة وحلوة، وحددت لكم الشغلات المهمة، الباثوفيزيولوجيك افكت او الباثوفيزيولوجيك ميكانيزم اللي عندك مثلا اسمه شنو الشغلات اللي تصير بي عندك، اللي بالنيمونيا شنو الهيستوباثولوجيكال تشينجز اللي دا تصير، وكذلك عندك الانفيزيما، اهم شيء النقاط اللي موجودة. واضح طلاب؟ تمام دكتور. عندكم سؤال عيني؟ احد عنده سؤال؟ أريد تشدون حيلكم طلاب بالامتحان، شفتوا درجاتكم شلون مخيبة للأمل؟ شفتوها؟ ما حاجة واحد يشوفها دكتورة. ها ماكو، هي كل من يعرف نفسه طبعا أكيد، بس لا إن شاء الله أريد أتأملكم خير بامتحان الفاينل، لأنه ترى الموضوع مهين ولا تستهينون به. الرسومات عيني لا للأغلى طلاب، رسومات للأطلاع. من أقول لك هذا الرسم مهم يعني مهم، بس محاضرة اليوم لا كلتها هذه. زين أكو مخططات، يمكن ما أعرف إذا قالت لكم أنا بالامتحانات مات ال partial changes، ال partial pressure changes قلت لكم هذا الفيجر ويا الشرح هذا مهم مالته. بعد شنو يعني المهم اللي قالت لكم رسم اللي هو ال partial changes اللي تغيرات بالضغوط، تغيرات بالضغوط الجزيئية أثناء عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بالسيستميك سيركوليشن والبلمونري سيركوليشن موجودة، شرحت لكم إياها على الصبورة، هذه مهمة. زين بعد المهم أريد تشدون حيلكم طلاب، والموضوع لا تستهينون به، لأنه لا سامح الله كلكم حتتحملون المادة إذا ما نجحتوا وما طلعتوا درجات زينة، لأنه درجاتكم كلش كارثة كارثة، وراح يسوي لكم دكتور مثنى كوز يمكن بلغكم. فهذا الكوز هو يعتبر مساعدة، يعني درجات هاي اللي أعلنها لكم دكتور مثنى راح تكون من 20 و5 راح تكون كوز وحضور، فشدوا حيلكم هاي الخمس درجات تفيدكم.